بص انا اغمز لك بدي تقول لي الكلمه ان انا ماشي. بناتنا احنا بتختلف عن اي بنت في العالم حتى لو الصوماليه. حتى خش على التاني، خش على التاني. طب يلا يلا شو مستعجله؟ مستعجله خالص، مستعجله قوي. يبقى في شد شعر سيلا، اصل انتوا بتركبوا فورات على ال... لا اسمعي منها، انا لقيت نفسي كده. ماذا يعيش السمك في الماء؟ انا لو شلنا الميك اب من على واحده مصريه اعتبرها شبه الواد السبع بعال صاحبي. سقفوله الالماني. نعم يا عمر. لا البنت خبره بصراحه، يعني خبره. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعلوا الجرس، وما تنسوش تقولولنا في الكومنتات على افكار جديده عايزين تشوفوها في الفيديوهات الجايه. يلا بينا نشوف، يلا بينا نشوف. الفرق بين البنت المصريه والبنت الاجنبيه او اي بنت تانية حتى لو كانت صوماليه؟ مش معنى صوماليه يعني ابو اي حد عادي، يعني البنت المصريه بتحاول تقلد البنت الاجنبيه بس هي مش هتليق عليها، تمام؟ وبرده عكس، برده العكس صحيح، البنت الاجنبيه عايز تحاول تقلدنا بس هما مش هتليق عليها نفس النظام برده. مش معنى البنات الاجانب بيحبوا يقلدوا المصريين؟ مش عارف، سنه غرور او حاجه كده ما اعرفش، او احنا برده سنه غرور عندنا ولا ايه ما تعرفيش. برده دول بنات ودول بنات طبعا. يعني ايه الفرق ما بينهم بقى؟ ان هم بيتكلموا عربي، احنا بنتكلم عربي، هم بيتكلموا انجليزي. مش محتاجة حاجة يعني، بس هو ده الفرق. ده بس الفرق ما بين البنت الأجنبية والبنت المصرية؟ آخر كلام؟ آخر كلام. احنا قلنا بقى البنت الأجنبية إيه، حلوة ورقيقة وكيوت. مالك جاي تتخانق ولا إيه؟ بتكلمني ليه كده؟ وداخل عليها حظ لو يضربني. ده أنا بدافع عنك، يخرب بيتك. البنت المصرية مثلا بتفهم غلط. دي ده أول فرق. ما فهمتش، بس أنت داخل عنيف. عنيف. ماشي. أنت بتتهمني بالعنف يا باشا. سجل عندك. هو النهارده في الوقت اللي احنا فيه ده مبقاش في فرق خلاص، يعني هو ممكن الموضوع ده كان زمان بقى ايام المجتمع كان محافظ وبتاع، دلوقتي بقى في تفتح في المجتمع فبقينا اقرب ليهم في الفكر والتصرفات والعادات وكده، فاهماني؟ لكن مفيش فرق حاجه ممكن نحط ايدينا عليها يعني معينه، يعني هم متفاهمين شويه عن البنات هنا. بص، هو انا اصلا مسافر بره، كليتي بره مصر، فانا عارف اجانب كويس يعني. فهو الفرق بين المصرية والأجنبية زي الفرق كده بين طبق كشري وكريم كراميل عشان نبقى عنوش. بس هو ده. ايوه، ايه الفرق برضه؟ البنت الأجنبية في حتة إن هي ممكن تشيل المسؤولية أكتر من المصرية. اللي بتشيل المسؤولية أكتر؟ الأجنبية. الأجنبية ممكن تعتمد على نفسها أكتر. هذا صوت تبقى. ما تكتب. والمصرية ما بتعملش حاجة؟ المصرية بتعتمد على نفسها في حتة التربية وكده للولاد. أمال مين اللي بيعمل لك المحل؟ أمي. ما دي مسؤولية برضه. ايوه، امي بتغير اي واحد عادي يعني. بص، خلينا على النور يعني، برضو الست المصريه مش هنكر ان هي عندها مسؤوليه اكتر، وان هي مش كلهم بس في ناس بتربي كويس، بتطلع جيل كويس. امهاتنا يعني طلعونا وربونا كويس فاشكرهم يعني. بس الست الاجنبيه بقى ميزتها في الشغل نفسها، في كارير الشغل يعني. مثلا معظم الستات المصريه اخرهم البيت عشان نبقى نور. الست الاجنبيه كارير الشغل بالنسبه لها مهم، ممكن ان هي تسيب اولادها عشان شغلها وكل حاجه. بص اقول لك على حاجه، الفرق بين دي ودي حاجه واحده، انا لو شلنا الميك اب من على واحده مصريه اعتبرها شبه الواد السبع بعال صاحبي، والله. امال هناك كله طبيعي يا باشا. والمصحف، انا عندي الواد السبع بعال والمصحف ملكه جمال بالنسبه للبنات اللي هنا من غير ميك اب. يا باشا بنات مصر دول ما يتشافوا؟ لماذا نحن هنا؟ سؤال صعب. نهار اسود، بنات مصر دول يتشافوا؟ شافوا. امال ايه؟ لما انت قاعد في مصر ليه؟ قاعد في مصر ايه؟ جيت لقيت نفسي في مصر. نعم. هما بنات مصر وحشين للدرجه دي؟ مش وحشين والله، فيهم الحلوه زيك كده، وفي واحده تانية برضو مش شبه كويس. هنعمل ايه؟ انت زعلان ليه ان بنات مصر ايه ما يتشافوش دول؟ ايوه ما تشافوش، ده حقيقة. ليه؟ ايه السبب بقى؟ حوارات. بعيدنا من الحوارات، انا عايزه الفرق. ماشي، دي اجانب، شعر اصفر، عيون خضراء، جسم تاني، لما دول خفيف دم ما شاء الله عليك. ايه السبب بقى؟ يا باشا ايه يعني، انت لو واحد يجي يتقدم لك، واحد اجنبي ولا واحد مصري، هتختار لهم؟ وهم الاجانب يتشافوا؟ ليه طيب؟ لما يتشافوش. ازاي؟ هو احنا اللي نتشاف؟ وربنا احلى المنشي. كفايه ان هم مصريين بس. كفايه ان هم مصريين؟ ايه معاهم حصانه مثلا؟ مش معاهم حصانه بس يكفي ان هم. انا نفسي الاقي واحده اجنبيه اتجوزها واخد الجنسيه واروح اقعد هناك. يكفي ان هم الرجاله المصريين رجاله بصح. رجاله بصح؟ طب وهناك مش رجاله؟ ازاي؟ امال ليه كل واحده بقى تقول نفسي اخلف بنت اجنبيه ومش بنت اجنبيه؟ ازاي؟ الجمال تقريبا. كل حاجه حلوه.
عند مين بالظبط؟ عند الاجنبيه طبعا. والبنت المصريه وحشه؟ مش في كل الحالات، احيانا لما بلاقي حد حلو. نادر اول ما تلاقي بنت مصريه حلوه؟ نادرا. وحشين للدرجه دي؟ ما تعاملتش معاهم قبل كده ولا ده؟ مش مع مين بالظبط؟ هو اجنبي حلو، خلينا متفقين الاجنبيه احلى. البنت المصريه مصريه وهتفضل مصريه طول عمرها، البنت الاجنبيه زي يا باولو يا باولو يا باولو باولو ما انتش يا باولو ما انتش يا باولو. وانت ايه رايك في الموضوع ده؟ زي ما قالت البنت المصريه بنت مصريه عاديه زيها زينا، لكن الاجنبيه بتختلف في حاجات كتير. تختلف في ايه بقى؟ المستوى كلبس كتعليم ككلام طريقه كلام بتغير في كل حاجه. احنا قلنا بقى البنت الاجنبيه رقيقه وكيوت وبتاع والبنت المصريه حلوه برضو بس مش حلوه حلوه والله. والله اللي انا اعرفه ان البنت المصريه يعني ايه بتبقى مثلا ايه واخده طبع مصر، تحس كده ان هي ايه زي الست المصريه زي امك وامي كده فاهماني، فطبعا بتاخدها من طبع الام ان هي بتبقى اصيله بتستحمل ظروف الحياه بتحاول دايما تخاف على عيالها وتكافح عليهم، وطبعا كل سنه اتعمل لها عيد الام بنحتفل بيها انت ومامتك ومامتي وكده، فطبعا البنت المصريه بتبقى تختلف عن اي بنت في العالم. يعني البنات اللي في العالم الثانيه واخدين حريتهم شويه مش في دماغهم حاجات كتير مش مقيدين باي حاجه زي حالتنا، احنا عندنا العادات والتقاليد بنخاف عليها بنحافظ عليها بنحاول ننميها فين؟ في البنت في بنتي في اختي في امي مثلا بتحاول تعودنا مثلا ايه مش ليك بركه لابو اختك اختك بنت بنت تخاف عليها، فاحنا بناتنا احنا بتختلف عن اي بنت في العالم حتى لو الصوماليه حتى اي بنت في العالم، هتلاقي البنت المصريه لها طبع خاص كده في اي حته في مصر في اي محافظه في مصر تلاقي كل محافظه لها طبع خاص معين، الشرقيه غير بورسعيد غير اسماعيليه غير الزقازيق، فتحاولي دايما كل ما تبص للبنت المصريه بنفخر. يعني احنا من كام يوم حدث رهيب اللي هو الانتقال اللي هو ال 22 تابوت الملكي، طبعا يسرى ومنى زكي كله فخر كله فخور ان احنا ايه ان احنا مصريين، لان الحدث دوت يعني اثر في العالم كله وجها لوجهه مصر. علي النعمه انت بتتكلم صح طبعا. طب البنت المصريه لما بتيجي تتخانق بتتخانق ازاي؟ مش حضرت خناقات بنات قبل كده والله. في التلفزيون مثلا عادي يبقى في شد شعر وشتيمه مش ينفع تتقال على الهواء بس مش عارف هي خناقاتها مش خناقات اصلا، خناقاتها ان هي ازاي يلا يا عم الحاج احنا ناقصين لمخه في الكلام تخنق عليك بس يعني نكد بمعنى صح. ربنا يحمينا والله ويحفظنا من البنات. ايه هما البنات بيخطفوكوا ولا ايه؟ ايه ده ما كانش موجود قبل كده. اصل انت بتقول ربنا ربنا انت بتقول ربنا يحفظنا من البنات، البنات بتعمل ايه في الاولاد يعني؟ لا والله البنات نعمه في حياتنا. انا اخواتي كلهم بنات، انا ما عنديش اخوات ولاد. ف ربنا يحميهم. لا بلاش. ده لا يعني بس انا ما شفت حصل كذا مره بس كان فيها شرشحه جامد يعني. اللي هي مش هسيب حق يعني هي ممكن تتخانق على مر من الراجل نفسه يعني. بتكون عامله ازاي يعني؟ بتكون عامله اللي هو ازاي بطريقه يعني مثلا الراجل ممكن يضرب او كده مش هتضرب طبعا لو هي بتزعق ازاي بقى؟ انت عايزين امثل؟ بصي هو ماشيين بمبدا الشبشب بس هو الشبشب اهو ان هي تقلع اللي في رجلها وتديه لاي حد ده اللي انا اعرفه مش هقول لك بتزعق ازاي مش هعرف مش هعرف والله بريئه في حياه المصحف بريئه البنت المصريه بريئه؟ اصل معايا صلى على النبي هقول لك انت المصريه دي انت لو شفتيها وهي بتتخانق تضحكي عليها والله، انت عارفه الاجنبيه وهي بتتخانق مش بتتخانق دي بتعيط والله كل اللي بينزل عليها عياط. انا عايزه اعرف الست المصريه لما بتتخانق بتكون عامله ازاي؟ بتكون عامله ازاي وبتعمل ايه كده يعني؟ ماشي ما انت بقى شتيمه شد شعور الام تقطيع طرح اقسم بالله انا شفت بعيني عربيات الاتاري تيجي تاخدهم عادي وش ومش كده وبس لا بوشكاش محفوظ بيضحي النهارده في كلام بقى الواحد مش يعرف يقول بتخرج عن شعورها. افتح اليوتيوب اوريكي بتكون عامله ازاي يعني؟ عامله ازاي شبه البت اللي هناك دي بص عليها كده هي دي شبه. لا بتقول حاجات كتير انت ما تسمعش البت المصريه انت ممكن تفرشتك في الشارع ممكن تعمل اللي ما اتعملش اصلا عادي يعني لكن هناك ما بيخانقوش زي بتقعد تسوق الخميس مثلا بيشوحوا ده اخرهم تشويه. تشويه ممكن توصل لدرجه قله ادب وشباشب وكده لكن البنت الاجنبيه ممكن تمشي عادي. سرسجي دي اخرتها لازم تشلق عشان تعرف دي. وانت ايه رايك؟ لا اكيد يعني لازم تجيب حقها يعني لازم تتعامل زيها زي الراجل عشان تعرف تجيب حقها غير كده هتاخد. ايه اللي بتقوله ده؟ ايه؟ لا يا شباب نطلع فاصل. كلمه الدلعادي معناها ايه؟ نعم يا دلعادي اللي هو ردح وخلاص. اي كلام في البدنجان وخلاص كده بيقولوا اي هبد وخلاص. ده ليه معنى ولا ملوش معنى؟ ما اعرفش الصراحه. لا دي ما اعرفهاش يعني ممكن بتستخدم
مش عارف والله. تستخدم في الدفاع عن النفس في المناطق في الاحياء الشعبيه الفقيره. عارف الكلمه بس مش عارف معناها. اليد العادي. اليد العادي دي. معناها ايه الكلمه دي؟ يعني هما دايما بيقولوها وهما بيتخانقوا، معناها ايه؟ نعم يد العادي. ايوه انا عارف ان هي نعم يد العادي، انا عارفها. اه بس معناها برضو مش عارف. يد العادي هي بتردح، بس بتردح. افرض بتتخانق مع حد ومثلا مكسوفه تقول لها مثلا كلمه قبيح، تقول لها يد العادي عادي. معناها ايه الكلمه دي يعني؟ كانواع من انواع الشتيم. لو هي ماشيه في اي حته في الزوايا مثلا، دي ايه؟ ايه يد العادي؟ ايه يد العادي يعني؟ انت مثلا عايز مني ايه؟ او انت مين انت عشان تعاكسني؟ فاهمة؟ اي بنت في اي محافظة، قلت لك في ال 24 محافظة اللي بأثر فيها الكلمة الحلوة والاحترام. هتكلمها كويس هتلاقيها كويسة معاك فريش، هتحاول تضايقيها او تغزيها ممكن تقول نعم يا عمر ويد العادي، وممكن تشتي ابسط شيء، وهتلاقي الدنيا كلها وقفت معاها. انا هقف معاك وانت تقف معايا. ليه؟ بنخاف على بعض، بنحب بعض. مسلمين مسيحيين، بنت مسلمة وبنت مسيحية، كلنا ايد واحدة في نساق واحد. احنا مصريين وبنفخر احنا مصريين. انا والله ما اعرف الدلع عادي دي يعني ايه. ما عاد ما اعرفهاش خالص. لا خالص. عمرك ما سمعتها قبل كده؟ سمعتها بس مش حد بيقولها لي، مش حد بيقولها لي عامه. ولا حاولت انك تبحث عنها معناها ايه؟ وابحث عنها اللي انا مش عايز اقولها اصلا. ما اعرفش. سمعتهاش قبل كده؟ سمعتها بس والله ما حاولتش ان انا اعرف معناها ايه. ليش معنى هما بيتخانقوا بيقولوا نعم يا عمر؟ يعني ايه نعم يا عمر؟ حقيقي ما اعرفش برضه. انت اي حاجه ما اعرفش؟ ما اعرف. لا انت عارف ايه؟ عارف ان البنت اجنبيه احلى من البنت المصريه. خلاص يا عم شكرا. ما اعرفش هو الموضوع اصلا شبه في عمر اصلا. ممكن يكون صاحب المشكله بس ممكن مش عارف برضه. اي مشكله هتحصل هيبقى باسم عمر؟ ما هو بعمر عند المصريين بس. ده كان واحد اسمه عمر كان بيتخانق مع واحده في الشارع، فقالت له لا، كان بيندى على جارته. فالمهم يا عمال يندى يا ساميه يا ساميه، فراح طلع مش نعم يا عمر. فالبنات سمعوها بقى ايه، فكل ما تيجي تتخانق مع واحد تقول له نعم يا عمر نعم يا عمر. فعمر ده ربنا يكون في عونه والله، اسمه تسيح في المنطقه وبقى على مستوى الجمهوريه. صاحبك ولا انت حاسس ان انت متاثر قوي؟ لا عمر نعم يا عمر. انا برضه طب اصل ديت امثله قديمه انا عارف، ودي كلام قديم بس معناه مش معروف. يعني مثلا اخويا اسمه عمر بنادي على امه بتقول له نعم يا عمر عادي مفيش مشاكل. بتقولها ازاي نعم يا عمر دي؟ على حسب بقى هي متضايقه منه ولا لا. تمام هي ممكن هنعتبر ان هي مثلا متضايقه، هتقولها له ازاي؟ نعم يا عمر كده شوف شوف وش. وطبعا بقى لو هي عايزه منه طلب او كده نعم يا عمر. عايز ايه يا حبيبي؟ عمر ده واحد صاحبي كان بيقعد معانا على القهوه. لما تبقى بتنرفزها قوي وحد بيعكسها او حد يضايقها تقول نعم يا عمر، وايه بتلاقيها اتحولت. فاهم انت ازاي؟ ايه معنى كلمه نعم يا عمر دي؟ ايه ما بتبقى متغاظه من اللي قدامها، عايز تفش غلها فيه. فاهم انت ازاي؟ نعم يا عمر دي من زمان، من ايام الابيض واسود كده، كان لما تيجي مثلا تحيه كرويك ولا حد في شباب امراه كانت تبقى متخانقه كده وعايز تسيطر على اللي قدامها، نعم تطلع اول كلمه منها نعم يا عمر دي، معناها ان هي مخنوقه من اللي قدامها، عايزه تفش غلها في اللي قدامها. ابسط كلمه هتقولها لها تقول لي نعم يا عمر، عشان لو كتر بعد كده ممكن هي تتحول بقى. فاهم انت ازاي؟ لان من شجاع من اشجع بنات في العالم كله البنت المصريه، بتبقى متربيه على الاصاله، فمش بتخيب مش بتهيب يعني مش بتخاف. ليها اخوات ولاد، ملهاش اخوات ولاد، ليها اب، بتبقى متعوده ان هي بتمشي بتمارس الحياه في الشارع زيك زي اختي زي بنتي زي كده، واخده طبيعتها وحريتها. كل بساطه تلاقيها ست جميله ورقيقه، ولكن اول ما بتتنرفز او تتحول اقل حاجه هتقولها لها تقول له نعم يا عمر. نعم يا عمر؟ انا اسمي عمر على فكره. معناها ايه بقى الكلمه دي؟ بقول لك نعم يا عمر تروح جامله كده اهو. نوع من انواع التسول يعني، عشان تعرف تاخد حقها. طب وهي بتقول نعم يا عمر بتقولها ازاي؟ نعم يا عمر. لا البنت خبره بصراحه يعني خبره.